ليا أولى محطاتنا لليوم مع التميز السوري والإبداع اللي بيتخطى حدود المكان وبيسافر بعلم بلاده ليرفعه عالي بكل المجالات. هيك هن أولاد سوريا، سنين من الحرب على بلدهم ما قدرت توقفهم، بالعكس خلت الإصرار والتحدي جواتهم أكبر وأكبر. ومن محطات التميز لهالعام هو فوز فريق الروبوت السوري على نظيره البيلاروسي وديا بإطار فعاليات المخيم الشتوي البيلاروسي في مسابقتي السومو والسكيترينج بولينج. واليوم ضيوفنا هن شباب صغار، ولكن يمكن بالهمه هن كثير كبار اكيد. بصيرنا بدنا نرحب بالمدرب مهندس المعلوماتيه بجامعه دمشق واختصاصي ذكاء صنعي ومدرب بالجمعيه العلميه للمعلوماتيه باسل المدني. صباح الخير باسل. صباح النور، يا اهلا اهلا وسهلا فيك. وايضا بدنا نرحب بفريق كود 66 بشباب الفريق مكون من الطالب نشتي سيروبيان. صباح الخير نشتي. صباح الخير، مبروك الفوز. وايضا بدنا نرحب كمان بفريق ايكوروبو المكون من الطالبين وليد شيباني. صباح الخير وليد. وايضا كريم الماضي اللي حصلوا على المركز الاول بمسابقه السومو ليجو. صباح الخير شباب، اهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحكم واهلا وسهلا فيكم على الشاشه الاخباريه، ومبروك الفوز لكل الشباب. بالبدايه باسل خلينا نحكي عن المسابقه واقسامها والمشاركه يعني عم نشوف الكل معه ميداليات، يعني الكل جاي بمراتب اولى. بالضبط. صباح الخير اول شيء. هلا وسهلا. مثل ما تفضلت، المشاركه كانت ضمن مسابقه وديه بالمخيم الشتوي البيلاروسي للاطفال المتميزين، وهي كانت المسابقه على نوعين، قسمين. القسم الاول هو مسابقه الليجو روبوت، مسابقة السومو. مسابقة السومو ليجو، يلي بيلعب فيها الروبوت دور مصارع السومو، الرياضة اليابانية الشهيرة. مهمة الروبوت فيها انه يدفع الخصم، الروبوت الخصم، لخارج حلقة دائرية. بتشارك او بيكون مشروط فيها مجموعة من الشروط الإضافية، مثل انه التجهيزات الخاصة فيها لازم تكون معمولة بكتات اللوجو الليجو، شركة ليجو نعم. العالمية. بالإضافة إنه في شروط خاصة على الوزن والحجم الأبعاد وهيك شيء. طبعا المهارة بهي المسابقة لازم تكون متكاملة بين التصميم والبرمجة، بحيث تصميم الروبوت بيضمن متانة وثبوت الروبوت وقدرته على دفع الخصم خارج الحلقة الدائرية، وبتضمن البرمجة إنه الحركة الذكية للروبوت والاستجابة السريعة، بالإضافة إنه يقدر يتنبأ ويستجيب بشكل مباشر لأخطاء اللي ممكن يعملها الخصم الثاني. طبعا بهي المسابقة فرقنا أثبتت مهارة وأداء جيد جدا بفوز ساحق بالمباراة الودية، أخذوا المراكز الأولى الشباب. هي يعني مسابقة ودية والنتيجة كانت هيك غير شكل. يلا رح نتعرف أكثر، ولكن خلينا نروح لفريق كود 66 المكون من كريم. بدنا نوجه له تحية لكريم، ما قدر اليوم يكون معنا. ونشتي، خلينا نحكي عن التصميم وخلينا نتعرف أكثر عن فريق وكود 66. هلا مثل ما قال الكوتش باسل انه هي المسابقه سومو وفي شروط، مثل انه كان الروبوت 15 سنتيمتر ب 20، فالميكانيك كان لازم يكون بهالحجم، كان متكون من موتورين وحساس الضوء، حساس اللون، مشان يعرف الروبوت بيقرا الارضيه اذا لساته شايف اللون المطلوب لساته بالحلبه مشان يعرف وينه، وحساس الالتراسونيك، الالتراسونيك هذا مثل عيون الروبوت فينا يقيس المسافة. هي والبرنامج كان عن خوارزميات، انه لازم يحلل كل شيء، عمليات عم يعمل الروبوت الثاني، مثلا عمل غلط خطأ لازم اعرف شو الخطأ وشوف عن نقطة ضعف الروبوت الثاني. كريم عمرك 14 سنة، يعني احنا عم نحكي عن مسابقة للروبوت انت مصممه وبرمجتك، خلينا نحكي عن هيدا التصميم وعن البرمجة، وقديش قدران يمكن من خلال هيدا المشروع مثلا تحصن الروبوت، يعني مثل ما قلت ممكن يكون في نقاط ضعف ترجع مرة ثانية تحصنها. انه هو البرنامج ما دامه انه هو بيشوف نقاط ضعف الروبوت الثاني مو نقاط ضعفه، فالبرنامج اذا انا قايل له انه مثلا بس للروبوت الثاني يصير بهي الوضعيه، روح مثلا هاجمه من ورا، لازم بس يطلع الروبوت الثاني برا الحلبه. نعم، خلينا نروح ونتعرف على كمان فريق ايكو روبو. مع مين، وليد ولا كريم؟ مين حابب يحكي عن الفريق ونتعرف؟
باسيل. يلا تفضلوا مين؟ كريم؟ يلا يا كريم. مثل ما قال الكوتش باسيل المسابقة لازم نطلع الروبوت الثاني من الحلبة. فالميكانيك له قياس محدود، وسوينا الميكانيك الروبوت يكون عزمه قوي عشان يقدر يدفش الروبوت الثاني برا الحلبة، ووزنه ثقيل شوي عشان الروبوت الثاني ما يقدر يوعي الروبوت تبعنا. كانت البرمجة انه بس ليشوف بالحساس المسافة انه مسافة قريبة اللي له يهجم على الروبوت الثاني ويطالع لبرا. الميكانيك كان مكون من محركين وحساس للالوان عشان نشوف حاله اذا لسه بقلب الحلبة ولا لا، وحساس المسافة عشان نشوف الروبوت اللي قدامه. نعم كوتش باسل، خلينا نحكي عن كل فريق مشارك بالمسابقه، كل فريق سوري، يعني عندنا فئات مشاركه واعمار مختلفه. لما نقول 14 سنه مصمم ريبوت والبرمجه الخاصه هو كمان مصممها، عم نحكي عن فكر ذهني وعصف ذهني لاطفال، يعني اعمار بتتفاجئ فيها. بالضبط، هو فعليا المسابقه وبالاحرى الشباب المشاركين معنا بتبدا الاعمار فيها من 10 سنين كمان مو من 14، من 10 سنين للفئه الجامعيه. هلا بالمعسكر البيلاروسي كانوا مشاركين معنا 19 طالب من الجمعيه العلميه السوريه المعلوماتيه ومدرسه سوا. جميعهم كانوا من المتفوقين بالمسابقات والرياضات العالميه والمحليه. بالمسابقه هنيك انقسمنا لاربع فرق اشتغلت بالسومو وست فرق اشتغلت مسابقه ثانيه اللي هي سكيت لرينج بولينج. انا كنت حابب احكي عن كيف صار التدريب بالضبط هذا الاساس. هنيك انقسموا الشباب مثل ما حكينا وبلشوا بقى بساعات تدريبيه خاصه ضمن برنامج المعسكر ليحضروا للربو تبعهم. قد المعسكر كان تقريبا؟ هلا هو مده المعسكر كانت اسبوعين بس كان في ساعه مخصصه لمده 3 ايام للتحضير لهذا الروبوت، يعني فعليا عملوا الروبوت بحوالي ساعه ونص لثلاث ايام، اربع خمس ساعات تصميم وبرمجه الروبوت. بعدين صارت في مسابقه محليه بيناتهم، مسابقه ضمن الفرق السوريه اول شيء لحتى يتاهل فريقين من كل مسابقه، ونفس الشيء على الجانب البيلاروسي. وبالنهايه كان حفل المسابقه الختاميه قدام المسرح والحفل النهائي، يعني كانت مسابقه جدا جميله. عم نشوف الصور بعد. صارت المسابقه قدام المسرح وكان الحكم البيلاروسي هو المدرب البيلاروسي، وشاركت انا كمدرب سوري. وكانت مسابقة جدا حماسية ممتعة، حقق فيها فوز ساحق فريقنا. فرقنا. خلينا كريم، ما سمعت صوتك، صباح الخير وليد. سوري وليد. خلينا بس خلينا هيك نحكي اكثر، كيف حضرتوا حالكم بسوريا؟ قد ايه وقت قعدتوا تدربتوا وعملتوا الديزاينات الصحيحه؟ وقد ايه تدربتوا هون وبعدين ببيلاروسيا؟ كيف انتقلتوا وصرتوا تشوفوا يمكن شغل عالم من دول ثانيه ولكن ضليتوا هيك انتوا بالمراكز الاولى؟ لهون احنا هون ما تدربنا، طلعنا لهونيك بقى بلشنا يمكن شي اربع ساعات بس تدربنا. انتو هون ما عملتوا تدريبات؟ مسابقة السومو حصرا، هنا كانت مشاركات تانية بالWRO والى اخره. هلا تدربنا هونيك شي اربع ساعات بس. طبعا هونيك كان الفرق يعني كتير قوايا، حتى البيلاروسيين استفدنا من خبرتهم وكان عندهم افكار يعني احسن منا. بس طبعا احنا كان اسرع روبوتنا وفي ميزات كمان اكتر. بس نحن عم نحكي عن اربع ساعات، يعني انتم كطلاب يعني اربع ساعات صممتوا فيها روبوتك وبرمجتوه، قديش فعليا قادرين يعني بهي الوقت القصير؟ يعني هذا انجاز اكيد باسل لما نقول، ومثل ما قلت في مشاركات اخرى، يعني في مشاركات اخرى ما كانوا متدربين عليها، يعني نحن عم نحكي عن تفاصيل كثير مهمه موجوده عند الشباب. يعني بالضبط، وبالاخص يعني هن الشباب مثل ما قلت لك مشاركين بالمسابقات العالميه والمسابقات المحليه ومتفوقين فيها، ففي عندهم اساس قوي بهذا المجال، لهيك هن جاهزين انه بأي تعليمات إضافية وشروط إضافية يقدروا يتفاعلوا معه ويستجيبوا لأي متغيرات. هيك كان إنجازهم، كان جميل جدا. وحتى مثل ما حكى وليد إنه كان في عندهم روبوتات الخصم شغلات إضافية مو موجودة عندنا، بس مثلا البرمجة الذكية عندهم عند شبابنا وتصميم المتين هي اللي ساعدتهم انه يتحققوا. بس عم نشوف يمكن تطور كثير كبير عند الطلاب بمجال الروبوتك في سوريا، يعني اخر 10 سنين عم نتفاجأ بالمواهب الشابة الموجودة، قديش فعليا بتلاقي يعني؟ بالضبط. هلا انجازات سوريا صراحه بالمجال بالسنوات الاخيره تثبت اهتمام وتطور متزايد بمجال الروبوتك بسوريا، بدءا من روسيا بال 2014 حققت فرق سوريه المركز الخامس عالميا بمسابقه الدبليو ار او اولمبياد الروبوت العالمي، وصولا للهند بال 2016 حققنا المركز الثاني والثالث، وبالاضافه انه في خمس فرق سوريه
تأهلوا للمسابقات النهائية وكانوا من أفضل 16 فريق على المستوى العالمي. حلو. بكوستاريكا السنة الماضية كمان بال 2017 حققنا المركز الثالث والرابع عالميا كمان. طبعا هذا الحكي كله بس بال WRO، لسه في مسابقة الـ ARC مثلا بين سوريا ولبنان السنة الماضية، الفرق السورية أخذت المركز الأولى بين 140 فريق مشارك. الأسبوع الماضي مسابقة التصميم الهندسي الـ EDC كمان بالجامعة الأمريكية ببيروت، الفرق السورية حققت 4 جوائز من أصل 5، المركز الأول والثاني، بالإضافة لجائزة أفضل تصميم ميكانيكي وأفضل تصميم أفضل إبداع أفضل إبداع علمي كان اسمه المشاركة. طبعا هذا الحكي مستوى المسابقات وكله هالإنجازات الجميلة طبعا بفضل زيادة عدد وجودة النوادي الروبوتكس بالمحافظات السورية بالفترة الأخيرة. وبهالمناسبة بحب أوجه تحية وشكر كتير كبير للممثل الوطني لأولمبياد الروبوت العالمي بسوريا الدكتور مهيب النقري. أكيد نوجه له تحية. اللي كان طبعا كتير داعم وكتير بيدعم الشباب بهذا المجال وأي حدا بيهتم بهالقصة، والنوادي كلها كانت يعني دوما يتابع هالقصة ويتابع الفرق. وهالإنجازات أكيد هي ثمرة من أحد ثمار جهوده بهذا المجال. أكيد يا باسل. طبعا كمان فينا نشوف زيادة عدد الكليات الميكاترونيك بالمحافظات بالمختلف الجامعات السورية، افتتاح الكليات الميكاترونيك بالجامعات السورية، وفي على الهامش في حسب معلوماتي انه دراسه لافتتاح مخبر روبوتكس حقيقي بكليه الهندسه المعلوماتيه بجامعه دمشق. طبعا الى جانب نادي الروبوتيه مخبر حقيقي يعني بقصد انه بيحتوي على تجهيزات متقدمه بتساعد الباحثين والدارسين ومتطورين نعم لابداعات وابتكارات جديده. وبتمنى طبعا هذا الحكي لساته هو دراسه بس بتمنى انه يكون ان شاء الله يعني يتنفذ على ارض الواقع بالضبط، يا باسل لانه هيك خطوه راح تكون كثير مفيده ل طلاب دراسات العليا مثلا. نعم يلا ان شاء الله يا رب. نشتي خلينا نحكي عن فريق كود 66، قديش لازم تكونوا انتم هيك فريق روح وحده وتحضروا صح، ويعني التحدي ما هو سهل وانك تمثل بلدك سوريا ابدا ما هو سهل. خلينا نحكي هيك نفوت بكواليس هيك تحضيراتكم والفريق كيف لازم يكون عن جد روح وحده. نحن قسمنا الفريق، نحن كنا من أول يعني صار لنا 3 سنين 4 سنين عم نتدرب. دائما كريم هو الميكانيك وأنا البرمجة. رحنا على وتسافرنا وكان في المسابقة، كان نحن لازم دائما إنه لازم الفريق مشان يفوز لازم دائما يكون إيجابي ودائما يتعاون. فأهم شيء إنه يكون دائما عم نتحدث وعم نتضمن كل الفكر اللي عم تطلع من أفراد الفريق. وإذا حدا يمكن مل أو عنده هيك شغلة صغيرة تانية دائما بده يقول له أنا خلاص ما عليه شو هيك حمسه. نعم. طيب باسل خلينا، نحن معنا جوائز الطلاب، هي أول جائزة نحكي عنها حققوها الشباب. هي لكريم الماضي بفريق إيكوروبوت for the first place in Kosovo بالمعسكر اللي صار. هي لكريم. هي لكريم الماضي. هي لكريم. مبسوط كريم؟ مبسوط يا كريم. ووليد كان معه بنفس الفريق، وليد الشيباني. وليد هي وليد يا نور. اوكي هي لوليد شهدت وليد بالضبط عشان ما اكسره. هي وليد مبروك الله الف يا شباب. كمان بدنا ناخذ نشتي نشتي سيربيان من فريق كود 66. فريق كود 66 كمان فور ذا فيرست بليس ان ذا كومبيتيشن، كان في فريقين مركزين بالفريق الاول. في كريم وكريم الاسد كمان مثل ما كان موجود معنا للاسف حاليا كمان هو من فريق كود 66. اكيد كمان مبروك الف مبروك وشها كمان باسل حضرتك. تمام هي شهاده التدريب، شهاده التدريب لباسل. تمام باسل خلينا نحكي هيك عن جد نقلنا هذا الشعور، يعني نحن يمكن بنسمع اخباركم وهيك بتصير عقلنا هيك يعني أكيد. خلينا هيك نحكي قديش انتم اليوم مبسوطين طبعاً. قديش صار عندكم انه تحمستوا اكثر واكثر لحتى يكون الفريق اقوى فرقكم ولحتى تدعموا حالكم ودائما تمثلوا سوريا بالضبط. بصراحه هلا عم تساليني هذا السؤال خطر على بالي بوقت المسابقه ونحن بالجوله الحاسمه فعليا، خلينا نقول كان في معنا بالجمهور مو بس طلاب روبوتكس، كانوا طلاب سوريين من مختلف النشاطات والفنون والمواهب وكذا. فباللحظات الحاسمه الكل صار هيك يصدح بصوت واحد سوريا سوريا سوريا. هذا الشيء اعطانا هيك شعور انه جدا جميل انه نحن عم نمثل سوريا حاليا وعم نحاول نرفع اسماء عالي.
طبعا الحمد لله هذا الشيء كان توفيق من الله، كان المسابقه جدا قويه وحماسيه. طبعا هيك مشاركات بتنمي مواهب الشباب كلياتهم، بتزيد من خبراتهم، وحتى بتزيد عندهم الحافز كمان. صح شباب. فاكيد بنتمنى هذا الشيء يضل مستمر وان شاء الله يا رب. خلينا نحكي عن هيدا الدرع باسل. هذا الدرع هو بيمثل زوبرنوك، هو المنطقه اللي كنا فيها. هي بطوله كان اسمها روبو زوبر، يلي ضمن ضمن المعسكر اللي كان قائم. وهي كانت من جوائز المراكز الاولى. طيب باسل ورمز المعسكر. باسل كمان لكم مشاركات اخرى غير هي المشاركه خارج القطر، خلينا نحكي عنها وعن الانجازات اللي حققتوها بالمسابقات الاخرى. بالضبط، هلا الشباب اللي معنا مثل ما حكيت لك انهم مشاركين كانوا بكوستاريكا وحققوا مراكز متقدمه اولى عليهم. نفس الشباب كمان. يلا ايه خلينا من الفرق. طبعا هن من الفرق اللي متقدمين. خلينا نسمع مشاركاتهم. نحن شاركنا بال اوبن بالاوبن بكوستاريكا، كان مشروعنا عن الطاقه المستدامه والمتجدده. فاستخدمنا كل شيء طاقه، كل شيء مصادر طاقه متجدده مثل الشمس والمي والهواء، فعملنا توربينات وعملنا مدينه ذكيه كامله. هذا كان المشروع تبعنا. نعم، والشباب كمان فريقكم بشو شاركتوا من قبل وهيك عرفونا. نحن شاركنا كمان السنه الماضيه بكوستاريكا، كانت المهمه انه فيها ناخذ مثلا نفايات نحطهم بالمكب. وفي السولار بانل يلي بتولد الكهرباء من الطاقه الشمسيه، وبدنا نزرع اشجار بالمناطق المخصصه لها. نعم طبعا احنا كنا جونيور، وطبعا هذيك يعني المنافسه ذيك يعني بتلاقيها انه اقوى بكثير، لانه هي بدها هي تدربنا عليها 4 ساعات. لما هذيك ضلينا شيء تقريبا شيء 6 شهور عم نتدرب لحتى طبعا تلاقي معنا الروبوت، بقى بتلاقي انه هناك توتر اكثر وعلى اعصابنا مجهوده اكثر يعني كثير. بس يمكن كل مسابقه عندكم بتعمل عصف ذهني جديد وافكار جديده وتنشيط لجميع يمكن خطوات والتدريب اللي انتم عم تشتغلوا عليه. مو صح؟ صح ولا لا؟ كمان مثل ملاحظين المشاريع تبع السنة الماضية كلها كانت بخصوص الطاقة المستدامة، لأنه السنة الماضية بكوستاريكا كان هذا هو الثيم. وكان معنا بصباحنا غير كمان مجموعة من المشاركين بالمسابقة. تمام، فهو كان هذا هو الثيم. بكل سنة بالـ WRO بيكون في ثيم خاص بالمشاركة بالمسابقة، فكان السنة الماضية الطاقة المستدامة، فالشباب بهالمرحلة بيحاولوا يبحثوا عن أفكار ممكن تتطبق بهذا المجال. المسابقة WRO مثل مشاكل الشباب كانوا في منهم open category اللي بيعملوا فيها مشاريع متنوعة، فمثلا نشتا كانوا عم يبحثوا عن شو ممكن يطبقوا مشاريع بتخدم هذا الشيء، انه من ناحية الطاقة الشمسية، طاقة الرياح، طاقة المياه الى اخره. نعم. الشباب كانوا مشاركين بالregular category ضمن الفئة العمرية تبعهم، بيكون في مجموعة من القوانين والشروط، في خطة للمسابقة، فهنا بيشتغلوا على هذا الأساس. نعم. وهذا الشيء. نشتي خلينا كمان يعني دائما الإنسان بس ينجح بيطمح للنجاح أكثر وأكثر. خلينا نحكي عندكم شيء هلا محضرين شيء جديد أو في هيك أفكار ببالكم لفريق كود 66 حابين تنفذوها وتتحدوا فيها فرق؟ هلا بدنا نجهز هلا للسنة هلا المسابقة الجاية. حتكون بتايلاند. بتحكي هي عن الطعام، فبدنا نعمل روبوتات بيساعدونا مثلا بنقل الطعام او انه هن يعملوا اكل، فعم نحاول هلا نجمع معلومات. كيف يعني فكر بدنا ننقل طعام لشي قريه او مثلا ما بعرف كيف، لسه ما بين معنا بس لسه عم هي هيك الفكره بس عم تلوح في بالافق، لسه ما تنفذت. لسه ما تنفذت من اي فريق. طيب انتم دخولكم بهيدا المجال او مجال الروبوتك قديش فعليا يمكن اعطاكم تحدي ومسؤوليه وتطبيق افكار على ارض الواقع؟ يعني سابقا كنا نشوف الطلاب بالابتدائي نشتغل مثلا على الدار الكهربائيه، هلا صرنا عم نشوف يمكن افكار كثير مهمه وكبيره، يعني حتى لسنكم لما نحكي من 10 سنين لل 14 سنه هي اعمار صغيره عم تصمم روبوتك بالنسبه لكم. هي كثير بتساعد الروبوتك، مثلا اذا واحد مثلا انا بحب البرمجه من وقتها انت وصغير. تماما، فالي طموح على البرمجه وان شاء الله كمان بس اكبر بدي فوت مجال البرمجه وهيك. فالخوارزميات اللي هلا عم نستخدمها خوارزميات انه والبرامج اللي عم نشتغل عليها واللغات البرمجيه كله انه برامج عالميه، وكل المبرمجين العالميين بيبرمجوا هيك لغات برامج صعبه يعني عم نحكي.
نعم وليد وكريم كمان شو حابين تحضروا شيء جديد لمسابقة تانية أو شو حابين هيك تنفذوا على أرض الواقع؟ هي فكرة موجودة ببالكم؟ كمان هلا شهر الثاني بدنا نبلش تدريب للمسابقة WRO 2018 اللي رح تكون بتايلاند. فهي المسابقة بالنسبة لعمرنا إنه هي مثل زرع شجر بندورة وبالتربة اللي صالحة لإلى بندورة خيار وهيك شيء. طبعاً أنا يعني نفس الفئة حنكون. هلا صار شوي في مشاريع تانية كأوبن كذا يعني ممكن نحاول نطبق عليها يعني إنه بتكون أحلى ويعني وبتلاقيها برمجتها أسهل وميكانيكا طبعاً أصعب بشوي بس يعني تدبر بس ما بينخاف عليك إن شاء الله. أكيد باسل والطلاب مرة تانية بدنا نقول لكم ألف مبروك. دائما نحن فخورين بالشباب السوري اللي عم يرفع علم بلده في جميع المحافل الدولية. شكرا كثير لك وشكرا لكم وألف مبروك مرة تانية. شكرا باسل نشتي وليد وكريم. شكرا كثير لكم. أكيد بترفعوا الراس موفقين وناطرين أكيد ناطرين كل جديدكم وتفوقكم وموفقين يا رب. انبسطنا كثير فيكم انبسطنا بصباحكم الحلو بهالطاقات الشبابية اللي بتاخذ العقل. ميرسي لكم. شكرا لكم. شكرا لكم.